وأولى محطتنا الصباحية نور رح تكون اجتماعية، وخلينا نقول أنه لكل زمن أسلوب حياة وربما طريقة تفكير بتختلف حسب الظروف، لكن بيبقى جوهر القيم والمبادئ اللي بتنعكس على مجتمعاتنا جوهر ما ممكن يتماشى مع أي لغة العصر. اليوم نور رح نحكي لجانب هي القيم، قديش اليوم في مصالح العديد من الناس بتلاحظي أنه بيظهروا لنا صورة غير صحيحة عنهم، ممكن تكون نشوفها انه هي نوايا طيبة او يكون احترام او محبة، لكن بتخفي كثير من المضامين، كثير من الجوهر اللي ممكن يكون في منفعة شخصية، وهذا الشيء كثير عم نلاحظه بحياتنا اليومية. صحيح هايدي، يمكن بالآونة الأخيرة عم نلاحظه بشكل كثير كبير، لهيك عم تسلط الضوء عليه أكيد. اليوم ضمن رحلاتنا الصباحية قديش فعليا صارت المصلحة والمادة هي سيدة الموقف. سابقا كنا نشوف فعليا هي العلاقات الاجتماعية هي الأهم، العفوية، المحبة، اليوم لا، أو حتى الجيل الجديد قديش فعليا اليوم فينا نعزز القيم والمبادئ والأخلاق بعيدا عن المادة والمصالح، لأنه عم نشوف السوشيال ميديا أكيد. طريقة العيش قديش فعليا الناس عم تتأثر فيها. رح نحكي عن هذا الموضوع أكثر معنا الدكتورة الأستاذة رولا صيداوي، أستاذة في علم النفس. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير، كل عام وأنتم بخير. أهلا وسهلا فيك إن شاء الله. يا رب. يعني اليوم حابين من خلال حديثنا أنه نركز على فئة الشباب ونقول قديش اليوم التطورات والتقنيات عند الشباب، يعني صارت فينا نقول الماديات تحقيق الغاية أو المصلحة، شيء كتير عم بيأثر على حياتنا، علاقاتنا الاجتماعية الحياتية. خلينا بداية نوضح شو التأثيرات السلبية لهذا الموضوع على الشباب. هلأ هي معروفة أن الإنسان يكون عنده غاية، وغاية تكون هي خير، غاية عطاء، غاية تحقيق ذات، نفع المجتمع، هي من أسمى الغايات. لكن للأسف الشباب بعض طبعا لا أعمم عم يحطوا أنه الغاية تبرر الوسيلة. صحيح. تبرر الوسيلة، لكن أي وسيلة؟ نحن هون الفكرة أنه عم يقلدوا الغرب، عم يقلدوا التقليد السلبي وليس الإيجابي. حلو أنه نحن نأخذ الأبحاث، نأخذ التطورات، نأخذ، بس مو نقلد الشيء اللي ما بيناسب لا حياتنا ولا قيمنا ولا مبادئنا ولا عادات وتقاليد مجتمعنا. لذلك عم تكون هي تأثيرها سلبي وعم تدمر الشباب شيئا فشيئا. طيب دكتورة خلينا نحكي شو سبب هيدا التغيير بالقيم، يعني شو السبب الرئيسي فعليا؟ يمكن إذا بنحكي عن الجيل السابق نحن ما عم نعمم، بس عم نشوفها بالمجمل هي صورة سائدة منتشرة للواقع ومنتشرة. أحيانا بتشوفي مثلا شغل بيروح من شغل، يعني شغل لشخص بيروح لأنه رفيقه أخذ هيدا الشغل من خلال أنه لا مصلحتي أبدأ. تمام. بتشوفي مواقف سابقا ما كنتي تشوفيها، وهلأ صار في شرعنة لهي المواقف، يعني تبرير. قبل كانت خجولة يعني تصير بالسر، هلأ لا، أنه مصلحتي أبدأ، أنا أبدأ شرعا عم تصير. خلينا نحكي السبب الرئيسي لهيدا التغيير شو هو إذا بنحكي فيه. هلأ السبب الرئيسي التربية. لأنه اللي بيكون عنده تربية من الصغر أنه هذا بيصير، هذا بيجوز، هذا ما بيجوز، هذا ما بيصير، لأنه اللي بيكون هو مع الأصدقاء لح ينعكس سلبا بده يصير بعدين مع الإخوات وبعدين مع الأولاد. فهو اللي احنا عم ندمر مو أسرة، عم ندمر الأسر. هو التربية، لكن الظرف الاقتصادي، الظرف، الضغوطات، هو ما بيشرع أكيد هذا الأمر، لكن عم يبرره تماما، عم يبرره. لكن التربية وقت تكون صحيحة مهما مر من الضغوطات أنه هذا بيصير وهذا ما بيصير، لأنه هو بالأول والأخير هو مو عم يفقد أصدقائه ومحيطه، عم يفقد نفسه. يعني هذا العمل في المفروض أن نربي أولادنا ونعطيهم، يعني خلينا نقول حكمة أو سطرين كتير مفيدين. هو رب العالمين رح يعطيكم، جايك مع السعي، مع العمل، مع أنك أنت تقدم الخير، يكون غايتك سليمة، هي جايك والفرص. صحيح. والإنسان لما بيشتغل أكثر فرصه بتكون أكثر. أما هو أنه يحصل من هذا ويحصل من هذا، فكره أنه عم يحقق ذاته، مثل ما إجا بسرعة رح يروح بسرعة. هي نقطة أساسية عم تحكي عنها دكتورة، لأنه يمكن سلوك التربية أساساً اختلف اليوم بمجتمعاتنا. لما نقول أنا عم ربي ابني ليكون قوي، في فرق لما أنا بدي ربي ابني ليكون شخصيته قوية قيادي، أو هو تمام. قوي يستغل الآخر. تمام. أو يقدر بيقولوا لك هو قوي بيزمط وين ما بتحطي يعني بتلاقي هو سيد الموقف. في فعلياً حتى بمفاهيم التربية اختلاف. خاطئة. هي مفاهيم خاطئة، لأنه القوة هي مو القوة بالاستغلال، القوة الإنسان يكون عنده عطاء، يكون يقدم الخير. ما عم أقول لك يبدي مصلحة الآخرين، أنا في عندي في أمر مهم إنه أنا بدي أحقق ذاتي بس مو على حساب الآخرين. هي قوة. ولوحدة الأمور تكون الإنسان، شوفوا الإنسان المتسامح، الإنسان اللي بيقدم الخير للخير هو بيكون قوي، هذا ما بيكون ضعيف مثل ما بيفسروا البعض. أو بنسمع أنه هذا تفسير خاطئ. لا والله قلبه طيب يعني تماماً. لا نحن مو الفكرة أنه لما يكون الإنسان يساعد الآخرين ما يخاف من نجاح الآخرين، لأن نجاح الآخرين هو نجاح له. هون في قوة.
وهو بيكون عنده ثقة بنفسه وعنده تعزيز لنفسه. أما لما بيخاف من نجاح الآخرين بده ياخذ من الآخرين عملهم وشغلهم وعطائهم وجهدهم، وهي اللي بنشوفها عدم الأمانة العلمية بالأبحاث والنسخ واللصق والقصص، هي كلها معناتها مصدر هو ضعف ومصدر قوة. تمام، خلينا نركز أكثر على دور الأسرة. كلنا نعرف أنه هي المسؤول الأول والأكبر ويمكن العماد الأساسي لتعزيز هي المبادئ والقيم عند الشباب. خلينا نوضح ونعطي مثال أنه بعض الأهالي ممكن إذا بدهم يجوا يفرضوا أو يعلموا أطفالهم بعض القيم بتلاقيهم هنن ما عندهم هي القيم. تمام. يعني مثلا بتلاقي بتقول لابنة أنه ما تكذب، بتلاقي أنه هي تكذب. طيب أنا كيف ممكن أعلم الطفل هي القيم وأنا أصلا فقدتها؟ خلينا نحكي عن هذا. هلا هو معروف السلوكيات او التربيه لها عامل كبير ودوما ميرانا منكررها، لها عامل كثير اكبر، تاخذ النسبه الاكبر من عامل الوراثه. السلوكيات هو بشاهدها الطفل، والطفل ذكي جدا، وتربيه الطفل انا بنقولها انه هو اعظم مهمه بالحياه هي تربيه الطفل، لانه منه بده يطلع للمجتمع بده يكون انسان متكامل. صحيح. فهي مهمه جدا صعبه. الام اللي عم تربي ما تفكر حالها انه هي اقل قيمه ومكانه من الام اللي عم تهن نفس المكانه، لكن كل واحده حسب ظرفها. فهي مكانتها عظيمه، تهتم لان السنوات الاولى هي اهم شيء. انا ما في داعي اقول لابني لا تكذب لا تسرق لا تعمل، لا لا، ما هو شايف الاب والام المصداقيه كل شيء سواء ايجابيا او سلبيا، فهذا بيلعب دور كبير. اضافه الطفل الان بهالفترات الحاليه قد يشوف الغير بهال خلينا نقول الموبايل اللي عم ياخذوه للنفع للضرر اكثر من النفع. خلينا نحن نحدد نوجه نشغله بالمفيد، في كثير امور مفيده حتى لو هو بالبيت وما بيقدر يطلع بهالموبايل الشاشه الصغيره اللي هي عالم بحد ذاته صغير، فينا نعطيه نوجهه للشيء المفيد. القيم هي سلوك اكثر من تلقين، سلوكيات اكثر من تلقين. ويمكن يعني بنسمع كمان كثير مثلا افعال مبرره اليوم، يعني مثلا بيقول لك هو ربيان ببيئه ظريفه، عم نحكي عن سنواته الاولى هي سليمه، لكن مع مرور الوقت تعرض لضغوطات نفسيه قويه خصوصا خلال سنوات الحرب. تمام. بنعرف قديش مر علينا ظروف قاسية، وبيقول لك انه انا كنت شخص مختلف بس الوضع والظرف هو اللي خلاني صير هيك. قديش فعليا هذا الشيء صح ممكن يبرر؟ يعني كمان ما فيني لوم الشخص للاخر، لانه احيانا الظروف والضغوطات الاجتماعيه والاقتصاديه ليا، يعني وبنعرف هي القصه الشهيره اللي يعني على ايام الرسول لما مسكوه سارق رغيف خبز قال لهم انا سرقت هيدا الرغيف لطعمي ابني. طبعا. يعني قام قال لهم اتركوه رسولنا صلى الله عليه وسلم. في احيانا ظروف تحكم الشخص بتطلعه من هي البيئة الأساسية اللي هو ربيان فيها. هلا هو الظروف نحن ما بنقول بس اذا بدنا كل امر نحطه على مشكلة، لانه مشان ما نعمم نكون قاعده قاسيين او نجلد الاخرين بطريقه او باخرى. هلا هو نقطه كثير مهمه انه الشخص اي انسان فيه هو بنفسه، بس هلا كنا من شوي حاطين تقرير انه على الافكار الايجابيه. صحيح. لما هو بيلقن نفسه يعني بشكل عام بيئه صعبه وظروف صعبه، انا بدي اعيش تحت وطئه المرض والضغوطات النفسيه والاكتئابات، انا فوق الفقر، عندي ادويه وبدي احتاج الناس. دوما هو الفقر امر صعب كثير والصعوبات والضغوطات صعبه، لكن في نقطه مهمه يعني فقر اليوم شو بقدر قدر الامكان اقدر اعتمد على نفسي وعلم اولادي يعتمدوا على نفسهم. حاجه الناس بشكل عام صعبه بشكل عام، خصوصا ظروفنا اليوم والغلاء والفقر حتى سابقا جدا صعب، حاجه الناس صعبه حتى اقرب الناس. لذلك انا بعود اولادي انه يعتمد على نفسه. هلا الحمد لله نجحوا الطلاب ومبارك ان شاء الله. انا بقول لهم مثلا لاولادي فوتوا الفرع اللي انتم بدكم اياه، بس تعرفوا هذا الفرع بدك تشتغلوا فيه وتحققوا ذاتكم وتجيبوا وارد لاسركم. هي نقطه مهمه، نحن ما بدنا بس انه شهاده انه انا الى مثلا مكاني، هاي نقطه كثير مهمه لازم نعززها. ظرف صعب بده يحاول هو يطلع، طب مثل ما انا ظرفي صعب غيري الاف اصعب، خلينا نشوف الجانب اللي اصعب منا. ساعات بتهون علينا نحن مثل بنقوله اللي بشوف مصاعب غيره او مصائب غيره بتهون عليه مصيبته، فنحن نشوف الاصعب حتى نحن نخفف هالوطأة. ما حدا بيعالج حتى لو في اطباء ولو في هو راح تعالج مثل ما هو يكون معتمد على نفسه. هي دوما اراده، كل شيء بالحياه اراده، العلم والتعليم والشفاء من الامراض فوق، صح في ادويه وفي اطباء وما عم يقصروا الله يعطيهم العافيه، بس بيكون عنده الشخص اراده يطلع من هالحاله اللي هو فيها. اكيد يعني يمكن دكتور مثل ما عنا نحن اليوم تربيه سليمه عنا بنفس الوقت تربيه خاطئه. صحيح. خلينا نوضح اليوم شو الاخطاء الشائعه والبارزه
يلي ممكن الأهالي يرتكبوها يمكن بقصد أو من دون قصد لحتى يمكن يعززوا قيم خاطئة عند أطفاله؟ هلأ من أمور التربية الخاطئة نعلم أولادنا الاستغلال، نعلمهم أنه كل واحد الأنانية، نعلمهم هاي هذا كله خطأ. في بعض الأهالي بيعلمون الاستغلال والأنانية وأهم شيء هم وجودهم مثلا بين المحيط والجيران، ما بيهتموا بجيرانهم حدا مريض، فكرة أنه حتى لو كان مثلا في جار لا سمح الله مؤذي بالبناية، هو بيقول طالما مؤذي معناته أنا بدي أذي أكثر، ما هو أصلا أنا إذا بدي أتصرف في هالتصرف أنا عم باخذ سلوكي الخاطئة، معناتها أنا بشو أفضل منه. هاي النقطة لازم نحنا نلغي هدول النقاط ونعود بالسلوكيات الإيجابية. السلوكيات الإيجابية بكل زمان ومكان، ما هو القرآن خلينا نقول دستور الحياة والديانات السماوية كلها بتحث على القيم والأخلاق والمبادئ الإنسانية. فالمبادئ الإنسانية ما بتتغير وإلا الله سبحانه وتعالى ما كان شرع أنه عارف لكل زمان ومكان. هاي المبادئ أنا ما عم لك بس لازم يطبقها حتى يكون هو يشعر براحة نفسية. وعلى فكرة إذا طبقها وعلمنا أولادنا هن بيكونوا بصحة نفسية أفضل من غيره اللي بيكون طبعا عنده هذا الحسد والاستغلال والأنانية. هو بيحب يشعر حاله أنه فعلا مرتاح ومقتنع أفكاره وملقن أفكاره وملقن نفسه، هي أهم شيء. بس يمكن في أخطاء شائعة دكتورة بيقوم فيها الأهل عن غير قصد، يعني نحن عم نقول مثلا السنوات الأولى قديش مهمة في تكوين شخصية الطفل، تكوين القيم والمبادئ والأخلاق عند الطفل. في بعض الأخطاء بيرتكبوها الأهالي عن دون قصد، يعني بتلاقي الطفل بيكتسبها تدريجيا حتى هن بدون مقارنة بدون ما ينتبهوا غيره. قديش مهم نركز على هاي النقط الأساسية وننتبه عليها، لأنه فعليا لك الأم أنا عم أعمل أقصى جهدي اليوم، عم استغل كل طاقتي لربي ابني تربية صالحة. تمام. هلا في نقطة كان سابقا في هاي الأمور اللي عم تقوليها ومنتشرة كبير، حتى سابقا نحن بنقول سنوات قديمة، الآن في تطور. يعني معلش هذا الموبايل أنا بقول حلو إيجابياته، منتواصل منتطمن منعرف العالم، بس خلينا نطور كيف تربية الطفل. عندك آلاف مؤلفة من المواقع كيف تربية الطفل السليمة، فنحن هذا القديم الأخطاء القديمة اللي كانت نحن منتجنبها. يعني هاي المقارنة كان سابقا في بروتوكولات معينة بين الأسرة بين الأم والأب والأطفال، الآن تتغير تتغير الشكل الإيجابي. شو الشيء المفيد للطفل؟ إن عزز له إنه أنت عندك حلم نساعده، هو شو ما لو بده يفوت مثلا فرع معين من صغره ومنساعده، ما بنقول له لا فوت هيك فلان فات. هاي المقارنة يا ريت نركز على هذا الأمر بهالوقت الحالي. تماما. يعني النتائج طلعت تقريبا الاختيار اختيار التخصص الجامعي بين رغبة الآباء وشغف الأبناء. نحن هاي دوما بنكتبها بمقالاتي إنه بيضغطوا عليهم بعد ما يكون هو فعلا من صغره حلمه هذا الأمر هذا الفرع، وبالآخر بيقول لا فوت لأنه فلان فات، هذا قديش عم مدمر بنفسيته. ما رح يكون عنده هذا الإبداع مثل ما يكون هو فعلا من ذاته. فهي السلوكيات أو هي الأخطاء القديمة خلينا نحن الآن بهالتطور اللي وصلنا له، يعني وبهالعلم اللي وصلنا له بكافة دول العالم، خلينا ناخذ الشيء الإيجابي ما نوقع بأخطاء السابقين. تمام. يعني يمكن بعد ما حكينا عن دور الأسرة المهم بهذا الموضوع، خلينا نرجع ببداية حديثنا ذكرنا أنه لوسائل الإعلام في تأثير سلبي كثير على هذا الموضوع. بتشوف كثير من الأشخاص ممكن تنشر شائعات، ممكن تنشر مواضيع منافية للأخلاق منافية للقيم، ممكن نشوف قيم لمجتمعات غربية تأثر فعلا بالشباب اليوم. كيف ممكن نحمي شبابنا من هي التأثيرات؟ بالطفولة المراحل الأولى تعزيز وتكوين شخصية الطفل. كل واحد بنقول له له عاداته وتقاليده ومجتمعه، ونحن مجتمعنا وقت نعزز لهم ما بيناسب مجتمعنا. يعني قد ما رحنا وإجينا في شيء ما بيناسب مجتمعنا، هي بالفطرة الإنسانية السليم بالفطرة السليمة وبالعقل السليم اللي خلق الله سبحانه وتعالى لكافة البشرية. في كل مجتمع له عاداته وتقاليده. يعني أنت مثلا نحن بهالمجتمع إلنا عاداتنا وتقاليدنا المحترمة، أنا حتى لو رح على مكان تاني وعاداته مختلفة ما بقلد، لا أنا هي عاداتي وتقاليدي. الإنسان بيحترم الإنسان على علمه مكانته وتعامله وسلوكه، ليس فقط على تقليدي للغرب. أصلا نقطة ضعف كتير هي ومنتشرة للأسف وقت أنا بقلد الغير، معناتها نقطة ضعف بشخصيتي وفي خلل بنفسيتي. وبيرجع الأساس للتربية، من وعيهم الصح والأساس ومنربيهم تربية صحيحة. بالنسبة للأطفال بالنسبة للمراهقين فترة صعبة بتمر، بس منعزز لهم مكانتهم شخصيتهم لأنه هي تحديد الهوية بتكون لهم،
حتى يطلعوا للمجتمع سواء كانوا ببلدهم سواء راحوا لكملوا تخصصهم كانوا أشخاص سويين تمام بيضلوا هن عم يعطوا الصورة الحسنة عن بلدهم. أنا بقول إنه نحن الآن موجودين ببلدنا وإن شاء الله الله هيك يصير دوما في أمن وأمان حتى لو طلعنا لمكان تاني. المجرد هي بس سفر مجرد عمل حتى لو طلعنا بنعطي الصورة الحسنة. ليش؟ لأنه أنا تعززت من صغري. النقطة الثانية إذا ما كنا هي نحن هي بتكون فينا وين ما رحنا عاداتنا وتقاليدنا فينا مو الغرب عاداته أفضل منا لحتى أنا أتعلم منه هي النقطة. حتى العادات المجتمعية على النطاق الضيق كل عائلة إلى خصوصياتها إلى ظرفها الخاص قد يكون أنا ظرفي غير ظرف أخي أو أختي صحيح. فأنا هون ما بيصير له إنه لازم تكون حصران لا الاكتفاء بالذات كتير ضروري ونعلمه على حسب المادة اللي موجودة عندنا اللي احنا نتصرف بهذا الأمر كتير طب خلينا نحكي عن الشريك يعني فيه التربية تربية الأطفال اليوم على المبادئ والقيم والأخلاق في شركاء يعني اليوم الأهل ما عم يربوا لحالهم لأنه مشان ما نعطي كافة المسؤولية عليهم اليوم المدرسة الحضانة المجتمع البيئة المحيط الموبايل هو عم يفوت على كل مفاصل صحيح. حياتنا قديش مهم هون كمان يكون في رقيب يعني كله مشترك معك بالتربية لأنه حتى الطفل عندما بلش ينطق أو بيقول لك إنه لأنه رفيقي يعني أول شيء بيقول لك فلان مش تمام. أنا لأنه في شريك صار منه يعني صحيح. صار العالم مثل ما بنقول هو قرية صغيرة يعني من خلال الموبايل اليوم. تماماً. بالنسبة نحن في عنا صار شركاء كتار مو شريك واحد حكيناها انه بالصغر وقت نعلم الطفل عادات معينة وسلوكيات معينة هو بس يصير بالمراهقة لح يمشي فيها. هلأ في عنا انواع للمراهقة ممكن يكون في شوية هيك مناقشات مع الام والاب او حتى مع الموجه لانه شخصيته وجسمه كله يعني هو بيتغير المراهق لكن نحن نكون ماشيين باساسيات معينة. المراهقة نستوعبها معلش الطفولة نستوعبها مقارنة صعبة حتى بين الأخ الكبير والأخ الصغير أو لأنه هاي كتير هدامة بصير بيناتهم بتولد الغيرة والحسد صحيح. فنحن هذا الأمر نحن إذا قدرنا نرممه قدرنا نستوعبه قدرنا نتواصل كأسرة مع المعلم كأسرة مع المرشد التربوي نشوف ابننا شو عم يشوف نحدد وقت مثلا نحدد وقت لا إذا بده هو عنده هواية معينة زيارة معينة حتى إذا عنده صديق نعرف مين صديقه هذا كله بيلعب دور بصير وقت كبير هو شوفي دوما الشباب بيحبوا تنظيم وقتهم فنحن لما ننظم لهم من صغرهم هن بصيروا منظمين. الفوضى بتعلم الفشل الفوضى للأسف بتعلم الفراغ والفراغ هو مفسد للمرء فنحن لذلك هذا النقطة تمام. دكتورة رولا حضرتك أستاذة بعلم النفس خلينا نوضح اليوم شو دور أساتذة علم النفس أو علم الاجتماع بهذا الموضوع كيف ممكن نساعد الشباب اليوم بتعزيز أبرز القيم. أهم شيء بوجود هذا العالم السوشيال ميديا والتطور الموجود ننشر قدر الإمكان كيفية مثلا استقطاب الأطفال أو المراهقين أو الشباب البرامج تكون مفيدة إلهم لا مانع من التواصل بشكل أحيانا في بعض الشباب ما بيحبوا يحكوا لمثلا أهاليهم لمرشد لدكتور لصديق فهذا الشيء بيساعدهم بشكل كبير ومنه هو لا مباشر بيحكوا مع الأهل فنحن علينا كتير كننشر البرامج التوعية الفعلا مفيدة للشباب مفيدة للأطفال بشكل عام ولا مانع من التعاون مع وسائل الإعلام لأنه هي بدورها يعني مرغوبة عند الشباب فهذا بيساعدهم بأي إذا في مشكلة حلها أو تطوير نفسهم وهي نقطة كتير مهمة يعني بالختام أكيد نشكرك دكتورة لأنه فعليا عم يكون في منظومة كاملة حتى صحيح. من الغرب لليوم لضرب ونسف كل هالقيم والمبادئ والأخلاق وعلى السوشيال ميديا انتشار كتير كبير مخيف يعني اليوم نحن كأهالي بتلاقينا قاعدين فعليا خايفين على مستقبل أولادنا لأنه اللي عم يصير شيء لا يقبله العقل بس مثل ما قلتي إذا بنحصنه من البداية بالتربية والأخلاق وقديش فعليا اليوم الدين الإسلامي إذا بنحكي عنه بما أنه احتفلنا امبارح بالسنة الهجرية دين تسامح وسلام ومحبة وأساس والمبادئ والأخلاق والمكارم الأخلاقية الأسس فمن البداية إذا زرعتي صح يمكن بابنك تلاقيها أكيد بالختام نتشكرك دكتورة وشكرا لوجودك معنا شكرا لكم شكرا لك دكتورة نورتي صباحنا شكرا